بلاد بعيدة من أوروبا حتى الصين عندك حارات جديدة بلادك بقت يا مسكين سافرت بلاد بعيدة من أوروبا حتى الصين عندك حارات جديدة ورح منضلنا مشتاقين مهما عيشتنا سعيدة رغم الحسرة والتعتير لسه بلادك محفورة قلبك وإنجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة رغم الحسرة والتعتير لسه بلادك محفورة قلبك وإنجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة وبكرة بس ترجع بتصير بلادك حرة ومعمورة مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حقيبه سفر رح نناقش فيها مواضيع كثيره بفقره وقوف اجباري اين يختفي الاطفال اللاجئين في اوروبا وبفقره اول خطوه رائحه صابون الغار الحلبي تفوح في باريس ما فينا نعرف العدد الحقيقي للاجئين الاطفال واليافعين المفقودين في اوروبا بشكل قطعي ودقيق ورغم أنه الحديث عم يدور حول 10,000 طفل لكن يبدو أنه الأرقام أكثر من هيك بكتير فكيف وين عم يختفوا الأطفال؟ تقرير وراجعين من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بدي رحب بالأستاذ جان عمر الناطق باسم مجموعة العمل لأجل قضايا الهجرة واللجوء في حزب الخضر الألماني أهلا وسهلا فيك أستاذ جان وأيضا ميس قاد صحفية استقصائية سورية من هولندا عبر السكايب ميس لو بدأت معك أنتوا مجموعة صحفيين استقصائيين عم تشتغلوا من فترة طويلة عن هي القضية يلي لحد الآن تبدو غامضة ممكن نعرف آخر تفاصيل هي القصة الحقيقة عم نشتغل على تحقيق استقصائي بعنوان Missing Children أو الأطفال المفقودون بأوروبا مثل ما حكيتوا بالتقرير ونحكى سابقاً أنه أكثر من 10,000 طفل مفقودين من سنة 2015 ولحد اليوم جميع هؤلاء الأطفال هم أطفال لاجئين مسجلين بالسجلات الأوروبية وانفقدوا داخل أوروبا الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال هم أطفال سوريين يلي عم نشتغل عليه أنه إحنا عم نتواصل مع العائلات عم نطلب من العائلات تتواصل معنا تحكي معنا وتعطينا كل التفاصيل اللي موجودة عندهم لحتى نتعقب نحن هدول الأطفال ونحاول إنه نلاقيهم ونجمع شمل العائلات مع هدول الأطفال من جانب آخر الشغل الأساسي للتحقيق الاستقصائي اللي عم نشتغل عليه هو محاولة الضغط على الحكومات الأوروبية وعلى البوليس الأوروبية الشرطة والجهات المعنية لحتى يتعاونوا أكثر مع أهل الأطفال طيب ميس كنت بدي أسألك تحديداً عن الحكومات وعن المنظمات الأهلية كيف عم تتعاون معكم بهي القضية؟ بالنسبة للمنظمات المعنية بالموضوع المنظمات اللي عندها سجلات مثل الصليب الأحمر مثل المنظمات المحلية بمختلف البلدان بيتعاونوا لحد معين بس هن أصلاً غير مؤهلين لهي المهمة بالذات للبحث عن الأطفال المفقودين أو وصل الأطفال يعني موجودين مع أهليهم المفقودين في بعض الأحيان المشكلة الكبيرة علاقة باختلاف سيستم أو نظام تسجيل الأطفال بمختلف البلدان وهالشيء عم يعمل تناقض واختلاف بالداتا أو بالمعلومات اللي ممكن تحصل عليها بين بلد وثاني طيب رح أرجع لك ميس أستاذ جيان
خلينا نقول انتم بحزب الخضر الالماني يعني اثرتوا هي القضيه، هل كان هناك في تساؤل، هل كان في خلينا نقول نقاش حول الموضوع؟ يعني وين عم يروح هذول الاطفال؟ يعني شيء غريب، يعني اوروبا يعني متقدمه تكنولوجيا، كاميرات في كل مكان، يعني خلينا نقول الامن عالي باوروبا. تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفتك الكريمة. بالحقيقة يعني نحن في حزب الخضر باشرنا منذ اليوم الأول من انطلاق أزمة اللجوء في العام 2015 الأعداد الهائلة، يعني أزمة الأطفال الغير مرافقين من قبل ذويهم ما دون سن 18 عاما بدأت بتكاثف أو تكبر بعد سن عام 2015، لأنه المنظمات الأوروبية أو الجهات الأوروبية المسؤولة عادة عن هذول الأطفال وصلت إلى حدودها القصوى لأن الأعداد كانت كبيرة جدا. هلأ الحزب الخضر وبقية المنظمات الألمانية على سبيل المثال تشتغل على عدة مستويات، على المستوى الاتحادي الألماني من شان تحريك القضية، على مستوى الاتحاد الأوروبي لأنه نحن بحاجة إلى قانون أوروبي، إلى منظومة أوروبية موحدة ترعى هذول الأطفال الغير مرافقين من قبل أهاليهم، ونحن عم نشتغل على مستوى المقاطعات لأنه في كل مقاطعة عندها إمكانياتها وعندها كمان الأعداد المتفاوتة من هذول الأطفال الغير مرافقين من قبل أهاليهم، وعلى المستوى المحلي في كل منطقة ألمانية. هو عادة حزب الخضر نشط جدا على مستوى المقاطعة وعلى مستوى المحلي، ففعلا هي المشكلة عم تتراكم عم تتكثف، خاصة إنه في نقص في القوى العاملة المهتمة بهدول الأطفال. والمشكلة الأساسية هي عدة مراحل بيمر فيها الطفل الغير مرافق، يعني أولا عم يتم تسجيله في أحد المدن الأوروبية أو أحد البلدان الأوروبية، بعد فترة بيختفي، فهذا الاختفاء ممكن إما يكون لحق بأحد ثانيه في دولة أوروبية أخرى، وهون بيضيع المعلومات أو بيضيع أثر هذا الطفل، أو بيكون صار ضحية لمنظمات الاتجار بالأعضاء، الاتجار بالبشر، يعني جهات إجرامية تنشط على الأراضي الأوروبية وخاصة في دول أوروبا الشرقية وأوروبا الجنوبية. يعني العدد الأكبر من الأطفال المفقودين، أطفال اللاجئين المفقودين، هو بإيطاليا، بإسبانيا وباليونان. لهيك نحن بحاجة إلى قانون أوروبي شامل يتحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل للبحث عن هذول الأطفال وتأمين الحماية والرعاية، لأنه هذا الموضوع عم بيتم تنشيطه أيضاً عبر حزب الخضر في الاتحاد الأوروبي. طيب أستاذ جيان، أنا كمان بدعوك للتعاون مع ميس وزملائها بهذا الموضوع، أي نتائج تتوصلوا له بنتمنى أنه لإنجاز تحقيق الصحفي الاستقصائي عن الموضوع يكون في تعاون. ميس، بدي أسألك، هل توصلتوا لحالات معينة؟ هل صار في وصلتوا لطرف خيط؟ يعني أنه مو معقول أنه 10,000 طفل أو أكثر أنه يختفوا، أنه وين عم يختفوا هدول الأطفال؟ هل في حالات معينة عرفتوا وين راحوا؟ يعني مثلا نحن شفنا فيديو للفنانة الأمريكية لينسي لوهان إذا بتذكريه، وقتها كانت عم تحكي مع لاجئة سورية وعندها طفلين وحاولت تاخذهم بعدين اعتذرت. هل في ممكن يكون في حالات هيك مشابهة انه يعني ممكن يكونوا خطفوا لاجل التبني؟ نعم، الحقيقة عم نتواصل مع عدد كبير من الأهالي، وكمان انا يعني على اعتبار انت طرحت موضوع التعاون، انا بتمنى يعني اي صحفي عم يعني يشتغل على هذا الموضوع، اي عائلة من منبر الأورينت، يعني أنا بتمنى أي شخص له علاقة بهذا الموضوع أو عائلة فاقدة طفلة أنه يتواصلوا معي أنا شخصيا أو مع صفحة لايت هاوس على الفيسبوك لحتى نقدر نتعاون نساعد. في عائلات احنا تواصلنا معهم وقدرنا نوصل لنتائج، ما قدرنا لهلأ أنه نجمع شمل طفل مع عائلته، بس في نتائج مبشرة وعم نشتغل ضمن سيستم عدد كبير من الصحفيين عم يشتغلوا مع بعض مختصين بالبحث عبر الانترنت بشكل أساسي وعلى الأرض أيضا. مثل ما حكيت ومثل ما حكيت كمان الضيف الكريم، العدد الغالبية العظمى من الأطفال المفقودين مفقودين بالبلدان المرور إلى أوروبا، يعني في دول شرق أوروبا وفي اليونان وفي إيطاليا، لأنه بهذيك المناطق الأعداد الهائلة من اللاجئين اللي وصلت خاصة 2015-2016 والفوضى الكبيرة اللي حصلت، وكمان قلة التنظيم بالنسبة لهذيك البلدان وضعف البنى التحتية المتعلقة
الشرطه والامان وهي المسائل. طيب ميس، ادت لفقدان عدد كبير. بدي اسالك، التقرير ان كان الشرطه الاوروبيه اللي عم تحكي عن 10,000 طفل غير مصحوبين بذويهم، في حالات معينه من خلال متابعتك للقضيه وبحثك عنها انه في عائله موجوده فقدت اطفالها، هن موجودين اصلا يعني، ولا فقط اللي اهاليهم مو موجودين معهم؟ لا، هن الناس مو غير مصحوبين بذويهم، هن اطفال في جزء منهم اجوا لحالهم على اوروبا مع اقاربهم، يعني مع خالهم، مع جوز خالتهم، مع كذا، او اجوا مع احد الجيران او احد الاصدقاء. في جزء كبير جدا من الاطفال اجوا مع اهاليهم بس انفقدوا خلال رحله اللجوء، يعني طريق انفقدوا واهلهم موجودين باوروبا وعم يبحثوا عنهم. طيب استاذ جيان، كيف فينا نتحرك على مستويات رسميه؟ يعني في الحقيقه، يعني ردا على سؤالك الاخير اللي وجهته للسيده ميس، انا فقدت قبل سنتين عائله سوريه مقيمه في المانيا فقدت ابنها في اليونان عند تهريب. كان في وقتها فوضى عارمه والعائله فقدت الولد ووصلت على المانيا، حقيقه فقدت امل ايضا بالوصول لابنهم، الى ان شافوا في اثناء تصوير تقارير عن اللاجئين في اليونان ابنهم في احد الفيديوهات، وانا رفعت هذه العائله الى السفاره اليونانيه في برلين. والبيروقراطيه، حقيقه البيروقراطيه الاوروبيه شيء يعني لا يمكن وصفه. كان من المفروض العائله تحضر اكثر من مره الى السفاره وهم كانوا مقيمين في مدينه اخرى، كان في اوراق سكوتيه تتعلق بحمايه الطفل، بحمايه الخصوصيه، بتاكد وتثبت من انه هذا الطفل ينتمي لهذه العائله، فكل هذه الاجراءات البيروقراطيه عقدت الموضوع، لذلك نحن حقيقه بحاجه الى عمل منظمات انسانيه تشارك الحكومات الاوروبيه وتمارس الضغط عليها. انا بحيي المنظمه اللي القائمين عليها واللي ذكرتها ضيفتك الكريمه، هكذا منظمات تعمل على ربط الاطفال بذويهم عبر علاقات شخصيه، او خاصه انه في مشكله باللغه، ايضا هناك مشكله اللغه، بعض العوائل اللي وصلت حديثا الى اوروبا لا تتقن اللغه وبالتالي هي لا تفهم بالقوانين الاوروبيه، ايضا عندها مصاعب كبيره، فهيك منظمات تساعد على تخفيف العبء. الارقام على بالمناسبه اكثر بكثير من 10,000 طفل، يعني احد المنظمات تحدثت عن ما يقارب ال 26% من اللاجئين اللي وصلوا حديثا الى اوروبا هم من الاطفال ما سن 18 وغير مصحوبين بذويهم، وبالتالي الارقام نحن عم نتحدث هون عن 200,000 الى 300,000. طبعا مش كلهم مفقودين، بعضهم وصل الى اهاليهم، ولكن ما في معلومات وارقام دقيقه عن المفقودين فعلا او اللي تم لم شملهم. من جهه ثانيه، انا بناشد السوريين الموجودين في اوروبا عبر قناتكم الكريمه، يعني يكون في عندهم نشاط ذاتي عبر هكذا منظمات تتعاون معهم وتوصل هاي الامور الى الاحزاب الاوروبيه، الى المنظمات الاوروبيه المحليه ايضا، يعني هناك منظمات بتساعد العوائل في هكذا امور، وعدم ترك الموضوع بدون متابعه، لان ترك الموضوع بدون متابعه بيؤدي الى ضياع الملف. تمام. ميس، بدي اسالك، يعني بتحسي انت من خلال عملك متابعتك لهي القضيه انه العمل منظم وراء شبكات، خلينا نقول اتجار بالبشر، ولا هو الموضوع يبدو انه ممكن يكون ولد ضاع اثناء رحله اللجوء، اثناء المرور بعده دول انفقد، ومو عن طريق شبكات، يعني ضاع بسبب اهمال الاهل قد يكون. شو الاعتقاد الارجح عندكم؟ في جزء من العمل هو جزء من العمل هو عمل منظم، والجزء الاخر هو فعلا الناس اطفال انفقدوا وضايعين عن اهاليهم وممكن انه يرجعوا يتواصلوا مع اهلهم بطريقه ما. الجزء المنظم من العمل ايضا الاطفال يلي ممكن ضاعوا بحادث يعني صغير، ممكن انه يكونوا لاقوهم اشخاص ثانيين بيشتغلوا مع مافيات. هي المافيات لها مهام متنوعه، في لهم نشاطات متنوعه، بعض المافيات بتشتغل على الاتجار بالاعضاء، بعضهم بيشتغلوا الاتجار بالبشر، بيتم استغلال الاطفال لقضايا جنسيه ودعاره وتشغيل، وبيتم تهجيرهم الى بلدان اخرى، يعني في قصص، في ابواب كبيره جدا
يعني تفتح بضمن هذا الموضوع، ليس مجرد فقط طفل مفقود وانتهى الأمر. الأساسي، الأمر الأساسي هو مثل ما قال الزميل ضيفتي كريم، يجب أن يكون هناك تحرك على مستوى أوروبا وليس فقط على مستوى دولة واحدة. لازم يكون في سيستم كامل، كل أوروبا تستنفر، الحكومات جميعها تشتغل على هذا الموضوع لحتى فعلا يصير في ضبط لهالمسألة. طيب أستاذ جان، بدي أسألك، يعني أنا ممكن أفهم أنه طريق أوروبا كان صعب، إن كان من تركيا، اليونان، بعدين دول البلقان لوصولا لقلب أوروبا ممكن ينفقد أثناء الطريق، لكن أنه بعد التسجيل في حالات، يعني معظم الحالات عم تصير عم اختفاء بعد التسجيل، أنه عم يسجلوا أسماءهم بياخذوا بياناتهم كان بألمانيا ولا بالسويد ولا بهولندا وبعد عم يختفوا. يعني البعض يعني ممكن ما يقدر يفسر هاي الظاهرة، ظاهرة الاختفاء. يعني مثل ما حكيت ببداية المقابل، الموضوع بيتعلق بعدة أمور. في جزء من هدول الأطفال عم بينتقلوا إلى دولة أخرى، مثلا هو قدم اللجوء في السويد ولكن أهالي أخذوا اللجوء في الدنمارك، وبالتالي هذا الطفل بيترك السويد وبيجي إلى الدنمارك. هون في جزء على الأهالي يمكن، أنه المفروض يبلغوا السلطات. تماما، يعني ما في، لذلك نحن بحاجة إلى شبكة أوروبية يتم فيها تسجيل هؤلاء الأطفال غير مسبوق تربيتهم، وفيما بعد يتم متابعة هذا الطفل أين وصل أو أين هو حاليا. يعني هون تفقد، يعني عم بيتم تسجيل الأطفال في الدول الأوروبية، ولكن لما بيتم اختفائهم ما في جهة بتشوف نفسها مسؤولة عن تسجيلهم، تسجيل هؤلاء المفقودين ومتابعة أمورهم. نحن عم نحكي على الاتحاد الأوروبي كمنظومة يعني راسخة، خاصة في أوروبا الشمالية وأوروبا الوسطى، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هاي الدول، السويد، الدنمارك، النرويج، هدول الدول يعني عندهم شبكات تواصل تبحث عن الإرهابيين، تبحث عن المجرمين، عندهم أوروبول، عندهم إنتربول. فأنت ممكن تأسس شبكة، والدول الأوروبية بحاجة إلى إرادة، وبالتالي نحن بحاجة إلى ضغط، يعني السوشيال ميديا، المنظمات الحقوقية، المنظمات الإنسانية بحاجة إلى تجميع ضغط كبير، تصوير مآسي هؤلاء العوائل. يعني هي مأساة حقيقية لما الطفل يتم فقدانه وعدم معرفة أنه هو حي أو ميت، وبالتالي تصوير هذه المآسي بصورة إنسانية يمارس الضغط على الجهات الأوروبية مشان تبذل المزيد من الجهود. أنا متأكد أنه بالبذل المزيد من الجهود و توفير المال المناسب يمكن تأسيس هكذا شبكة تتابع جميع حالات المفقودة. خليني أرجع لميس. ميس، بدي أسألك، شو يعني أنتوا خلال عملكم شو الصعوبات اللي عم تعترض طريقكم، طريق هذا البحث ويعني والوصول للحقيقة؟ بشكل أساسي إنه ما في جهات معنية بهذا الموضوع. الشرطة لا تتعاون بما فيه الكفاية. يعني لو كان هذا الطفل مفقود طفل أوروبي، ألماني أو هولندي، كانت قامت الدنيا وما قعدت. التصرف بخصوصه مختلف تماما، مثل ما قال، مثل ما كنا عم نقول، يعني الاهالي ما بيعرفوا اللغه الانجليزيه، ما بيعرفوا اللغات المحليه الالمانيه او الهولنديه او السويديه، في ناس بسيطين ما عندهم قدره على التواصل او على معرفه كيف انا ممكن يساعدني القانون بالبحث عن الطفل تبعي. عم تلاقي الاهالي عم يركضوا بين المانيا واليونان، عم بيسافروا على نفقاتهم الشخصيه يتدينوا لحتى يبحثوا عن أطفالهم بوضع نفسي مأساوي حقيقة. السبب الأساسي أنه لا يوجد سيستم حتى بالنسبة لنا نحن. طيب ميس، يعني خلينا نقول في عائلات وصلتوا معه ورفضت أنه تتعاون معكم، أنه ما بدهم يشهروا قصة أنه ابنهم مفقود، ولا ما في هيك حالات؟ لا، كل العائلات يعني تتمنى بأي شكل من الأشكال أنه توصل لطرف قيس، لطرف أمل. الناس متعلقين بالأمل بشكل كثير ملفت للنظر، ولكن في بعض الناس عندهم يعني عندهم صدمة، عندهم اكتئاب شديد، في ناس غير قادرين على التواصل أصلا أو عارف التليفون أو أنه يلتقي معك. طيب ميس، أنا بعرف العمل الاستقصائي صعب وفي مخاطر كبيرة، يعني هل تعرضتوا لتهديدات معينة مجهولة المصدر ولا معروفة، أو كيف تتعاملوا مع هاي المخاطر؟ يعني لا شك أنه هاي الاختفاء، هاي الأرقام الكبيرة وراءها بالفعل شبكات منظمة، شبكات تهريب، شبكات إتجار بالبشر. يعني بالتأكيد لا يخلو الأمر، يعني يمكن ما بيقدر الواحد يتحدث عن تفاصيل بهذا الخصوص، بس عندما تطرق الأبواب الأشرار يعني يمكن أن تتوقع
بدور الافعال. نحن نتمنى ان تتخذوا كل اجراءات السلامه للوصول لنهايه هذا التحقيق. استاذ جيان، يعني برايك كيف ممكن نحن نقدر نفعل هالقضيه من خلال الصحافه، من خلال التحقيقات الاستقصائيه على الموضوع، من خلال اثاره هذا الموضوع؟ لكن يعني بتحس بلحظه من اللحظات انه الحكومات الاوروبيه متواطئه بشكل غير مقصود، يعني عن طريق هذا الاهمال، يعني عن طريق مبرر انه ما في كوادر كافيه انه تبحث عن هي القضيه. حقيقه هذا مبرر غير مقبول، ولا يمكن في اوروبا التي تبنت قوانين حقوق الانسان وحمايه اللاجئين واتفاقيات دوليه لحمايه هذه الحالات الخاصه، لا يمكنها ان تفض الطرف. ولهيك يعني انا بناشد للمره الثانيه انه تصوير الحالات الانسانيه، تصوير ذوي المفقودين، توجيه رسائل باللغات الاجنبيه الى الراي العام، ارقام استقصائيه موثقه، كل هاي الامور بتساعد على ممارسه، على توليد ضغط جماهيري على الراي العام تجبر الحكومات الاوروبيه. والتعويل ليس هو تواطؤ وانما هو اهمال من قبل تماما الحكومات الاوروبيه المشغوله بقضايا اخرى، قضايا اليمين المتطرف، قضايا التعامل مع الكم الهائل من اللاجئين، فضاعت قضيه هؤلاء الذين لا توجد جهه تدافع عنهم بالشكل المطلوب. ويبدو التعويل على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاهليه اكثر من الحكوميه للضغط على هي الحكومات وبالتالي تبني سياسات مناصره. ميس، انا وقتي شبه انتهى بنصف دقيقه، اذا حابه تقولي شيء. بس برجع بعيد وبتمنى اي صحفي عم يشتغل على الموضوع، اي شخص عنده تجربه سابقه، العائلات يلي عندهم هي المشكله، يعني اتمنى من كل قلبي انه نتواصل مع بعض لحتى نشتغل مع بعض، واكيد بالطبع مع ضيفك الكريم لنعمل مثل ما حكى ضغط وتعاون مشترك لنحقق نتيجه قدر المستطاع تكون مقبوله بالنسبه لنا كجمهوريين. ان شاء الله اذا ما اشتغلنا مع بعض ما حدا بيشتغل. ان شاء الله بنتمنى السلامه لكل الاطفال والاهالي يوصلوا لأطفالهم المفقودين. بدي أتشكرك ميس قاد، صحفية سورية استقصائية، كنت معنا من هولندا، وأيضا الأستاذ جيان عمر الناطق باسم مجموعة العمل لأجل قضايا الهجرة واللجوء في حزب الخضر الألماني. شكرا كثير لك، وشكرا كثير لكم مرة ثانية.